بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد في رياض الصالحين للإمام النووي. قال فيه رحمه الله: باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل التحاب في الله، بحيث يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله، لا لمقاصد دنيوية ولا لأطماع ولا لأي غرض آخر، وإنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أوثق عرى الإيمان، وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دالة على فضل هذا الأمر وعظم شأنه، وحاثة عباد الله المؤمنين عليه. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعلم أخاه بأنه يحبه، إذا أحب أخاه في الله فليعلمه، وأيضا إذا أخبره بذلك فما الذي يقول له أخاه جوابا لإخباره. فهذه مسائل وفوائد مهمة في هذا الباب، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها. أورد رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. والآية هي الآية الأخيرة من سورة الفتح، ففيها بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تراحم وتعاطف وتواد وتحاب في الله سبحانه وتعالى، فشأنهم كما قال الله رحماء بينهم. وأورد أيضا قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا موضع الشاهد، أي أن الأنصار الذين تبوأوا الدار وهي المدينة يحبون من هاجر إليهم، أي مهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فوصف الله الأنصار بقوله: يحبون من هاجر إليهم. وهذه محبة في الله سبحانه وتعالى، محبة عظيمة قامت في قلوبهم، وهي محبة في الله عز وجل. فالآية الأولى والثانية كلاهما في الصحابة رضي الله عنهم، وما كان بينهم من تراحم وتعاطف وتحاب وتآزر، وهم قدوة لهذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أمور ثلاثة، وأخبر أن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الأصل. الأصل في المحبة أن تكون محبة الله عز وجل ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تابعة لمحبة الله،
أحب إلى المرء مما سواهما، أي من أهل ومال وتجارة وعشيرة وغير ذلك. والأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وهذا تفريع عن الأول أو فرع عنه. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى وقدم محبته على محبة ما سواه، وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام ويتابع عن محبة الله، يلي ذلك ويتبعه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة. والأمر الثالث أن نفي الضد، نفي ما يضاد هذه المحبة وتفريغ القلب منه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي أن يقوم في قلبه كراهية شديدة للكفر وبغض شديد له، مثلما يكره أن يقذف في النار. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فإن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما أخبر بذلكم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أصناف من الناس، كل صنف تحته من الأفراد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فإن قوله سبعة ليس المراد سبعة أفراد، وإنما سبعة أصناف، وكل صنف من هذه الأصناف تحته من الأفراد ما لا يعلمه ولا يحيط به ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأصناف الأول منهم الإمام العادل، أي الذي ولي شيئا من أمر المسلمين فقام عليهم بالعدل والقسط، لا يظلم ولا يجور ولا يتعدى ولا يضيع على أحد. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نشأته وهو على الاستقامة والتدين والبعد عن المحرمات والمنكرات والمحافظة على الطاعات والواجبات والفرائض، منذ نشأته وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى لا تعرف له صبوة بانحراف أو انحلال، بل منذ نشأ وهو على الاستقامة. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أن قلبه مرتبط تماما بالمسجد، إذا خرج من المسجد اهتم قلبه للعودة إليه، فليس له هم مثل همه ببيوت الله سبحانه وتعالى، مثل همه ببيوت الله سبحانه وتعالى، فهو
معلق بها والبدن تابع للقلب، إذا أحب القلب المسجد وتعلق بالمسجد فإن صاحبه يبكر إليه ويكثر من الجلوس فيه ويرابط ينتظر الصلاة بعد الصلاة. والرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ألا وهو التحاب في الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الاجتماع على ذلك والتفرق على ذلك، متحابين في الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عظيم ثواب التحاب في الله، وأنه من موجبات أن يفوز الإنسان بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخامس من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، أي اجتمع فيها الحسن والجمال، واجتمع فيها الحسن والجمال، فهي حسنة وجميلة، وفي بعض الروايات ذات منصب وجمال، أي لها منصب ومكانة وأيضا في الوقت نفسه جميلة. فقال إني أخاف الله، أي لا يمنعني من مطاوعتك فيما تدعوني إليه إلا خوفي من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الخوف من الله هو ثمرة المراقبة وعلم القلب بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا فيه ثواب عظيم، ثواب ترك المعاصي ولا سيما هذه الفاحشة الزنا والعياذ بالله، لا لشيء إلا خوفا من الله، إلا خوفا من الله. من الناس من يترك الزنا مثلا خوفا من الفضيحة، ومنهم من يترك الزنا مثلا خوفا من المرض مثلا وأسباب أخرى، لكن هذا الثواب إنما ينال إذا ترك الإنسان هذه الفاحشة مع التمكن منها والقدرة عليها وقوة الداعي إليها، ويتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، فله هذا الثواب العظيم. السادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي أراد أن تكون سرا بينه وبين الله، ومن شدة إخفائه لها قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي كان فيض عينيه بالدموع وهو خالي وحده بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن العين قد تفيض بالدمع مراءة للناس وإظهارا للخشوع والتخشع، لكن إذا كان بينه وبين الله في مكان خالي لا أحد يطلع عليه فهذا ثمرة الإخلاص، فكان حليا بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهؤلاء سبعة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وذكر أن ثوابهم عند الله عز وجل أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والشاهد منهم الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم.
هذا أيها الإخوة الكرام حديث قدسي عظيم فيه هذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمتحابين بجلال الله، أي الذين أحب بعضهم بعضا لله وفي الله سبحانه وتعالى وليس لأي غرض آخر، فأثابهم الله عز وجل على هذا الثواب بأنه يوم القيامة يظلهم في ظله جل وعلا، يوم لا ظل إلا ظله. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا فيه فضل التحاب في الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا هذا نفي للإيمان الواجب، فالحديث يفيد أن من واجبات الإيمان التي لا يتم الإيمان الواجب إلا بها أن يتحاب أهل الإيمان في الله عز وجل، وأن تكون رابطتهم الإيمانية عندهم أوثق الروابط، ومما يعينهم على هذا التحاب ويقوي ويمتنه بينهم إفشاء السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام والعناية الدقيقة به إلقاء وردا يقوي هذه الصلة ويمتنها، ولا سيما إذا صحب السلام البشاشة وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الترحيب وما إلى ذلك، فهذا كله أيضا مما يزيد المحبة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته أي طريقة ملكا، وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وقال رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله. الحديث تقدم معنا في الترجمة الماضية، لكن فيه من الفوائد ما يتعلق بهذه الترجمة أن من أحب أهل الإيمان لا يحبهم إلا لله أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم غنيمة أن يفوز العبد بحب الله رب العالمين جل في علاه له، وذلك ببذل هذه الأسباب بأن يحب أهل الإيمان أهل الطاعة أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيفوز بهذا الثواب من الله عز وجل، فإن من أحب أهل الخير والفضل أحبه الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه. وهذا الحديث كسابقه فيه فضل حب أهل الإيمان وأن من أحبهم أحبه الله، ولا سيما الصحابة الكرام رضي الله عنهم من مهاجرين وأنصار، فإن هؤلاء لهم قدر من المحبة رفيع ومكانة عالية، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، حبهم من شعب الإيمان وبغضهم من شعب النفاق، وذلك لأنهم ناصروا
النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وأعانوه عليه الصلاة والسلام، وكانوا أنصارا لدين الله تبارك وتعالى، فهم صفوة هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخيرهم ومقدموهم، فحبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان والعياذ بالله. ولهذا فإن حب الأنصار الذين مر معنا قريبا في أول هذه الترجمة قول الله في الثناء عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فهؤلاء الأنصار لهم من المحبة في القلوب والمكانة في النفوس شيء أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو جزء من الإيمان، وبغضهم من النفاق، من خصال النفاق لمكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال نبينا هنا: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، والحديث متفق عليه. ثم أورد رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: المتحبون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه أن المتحابين في الله عز وجل وفي جلال الله ولأجل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المنزلة العظيمة، بأن لهم منابر من نور يوم القيامة، وهو مقام كريم ومنزلة عالية يبوئهم الله سبحانه وتعالى إياها ثوابا لهم على ما كانوا عليه من تحاب في جلال الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عنه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، وجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله الله فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. وهذا الحديث فيه استحباب إخبار الرجل لمن يحب كما تقدم بأن يقول له: إني أحبك في الله. وفيه هذا الثواب العظيم الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في.
وبمناسبة هذا الحديث أذكر قصة، وهي قبل وفاة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بشهرين أو ثلاثة تقريبا، وكان في مكة، فقال لي الوالد أود أن نذهب لزيارة الشيخ في مكة، فذهبنا، ولما دخلنا على الشيخ رحمه الله تعالى وسلم عليه الوالد قال إنني لم آتي لشيء إلا لزيارتكم في الله. فقال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. فهذا الحديث فيه هذا الثواب العظيم للمتحابين في الله والمتجالسين في الله والمتزاورين في الله والمتبادلين في الله من البذل وهو الإنفاق والعطاء، وقوله في الله أي من أجل الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذا اللقاء نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. ووصلنا إلى الحديث التاسع في هذا الباب، حديث أبي كريمة المقداد بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه من السنة أن المسلم إذا أحب أخا له في الله، أحبه لأجل الله سبحانه وتعالى، أن يعلمه بهذه المحبة وأن يخبره بأنه يحبه في الله، لأن هذا الإخبار أيها الإخوة الكرام سبب عظيم لتوثيق الأخوة وزيادة الألفة وتقوية عرى المحبة والمودة وتمتين لهذه العلاقة بين المسلمين. فمن السنة إذا أحب شخصا في الله أن يخبره بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليخبره. ثم أورد رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه تطبيق عملي من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخصلة العظيمة، ألا وهي أن المسلم إذا لقي أخا له يحبه في الله أن يعلمه ويخبره بذلك. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام وقد لقي معاذ وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، ونشأ نشأة إيمان وتقى وحب للعلم والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله إني لأحبك. ولنتأمل أيها الإخوة الكرام في هذا اللطف العظيم والرفق وحسن التودد والخلق الكريم الذي يتحلى به النبي عليه الصلاة والسلام، وكم لهذه الطريقة من الأثر العظيم لو كان الأب يطبقها مع أبنائه، والمعلم مع طلابه، والمربي مع من يربيهم، يأخذهم بهذا الأخذ الذي فيه الحنو والعطف
قال أخذ بيدي وقال يا معاذ، يناديه هذه المنادات باسمه ويحلف له بالله، قال إني والله إني لا أحبك. ثم بعد ذلك تأتي الوصية، قال أوصيك يا معاذ إلى آخره. فإن مثل هذا اللطف والرفق والتودد له أثره العظيم وتأثيره العميق في قبول الوصية، حيث ينفتح الصدر وينشرح القلب ويحسن حينئذ التلقي والإفادة. ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام بوصية عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها، قال لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من أعظم الدعاء وأنفعه، لأن أعظم أمر تسأل الله عز وجل إياه أن يعينك على طاعته التي خلقك لأجلها ولا يرضى عنك إلا بها، فهذا أنفع الدعاء. قال تقول دبر كل صلاة، قيل يقول ذلك قبل السلام المراد بالصلاة المكتوبة، وقيل بعد السلام، والأقرب أنه قبل السلام لأن ما قبل السلام موطن الدعاء وما بعده موطن الأذكار. وهذه الدعوة جمعت الخير كله، قال اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ففيها سؤال الله المعونة على الذكر، أي أن يكون العبد ذاكرا لله بقلبه ولسانه، وأن يكون شاكرا لله على نعمه ومننه وآلائه سبحانه وتعالى، وأن أيضا يحسن في العبادة، قال وحسن عبادتك. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت بهذه الصفة متصفة بالحسن، ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته؟ قال لا. قال أعلمه، فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أيها الإخوة الكرام ما سبق من أن من السنة أن تعلم أخاك إذا كنت تحبه في الله بأنك تحبه في الله، لما في هذا الإعلام من تقوية الأخوة وتمتين الصلة وزيادة المحبة والألفة كما سبق بيان ذلك. ولذلك لما ذكر هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الرجل الذي مر، سأله النبي عليه الصلاة والسلام أأعلمته، أي هل أخبرته بأنك تحبه في الله؟ قال لا، أي لم أخبره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه، فقام ولحق الرجل وأخبره، قال إني أحبك في الله، فأجابه بقوله أحبك الذي أحببتني له. وهذا يستفاد منه أن الشخص إذا أخبره أحد بأنه يحبه في الله أن يجيبه بهذا الجواب المسدد العظيم، بأن يدعو له بهذه الدعوة التي من أعظم الدعوات وأنفعها، أحبك الذي أحببتني له، أي أحبك الله. ومن المعلوم أن الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده من أعظم المقاصد وأجلها وأرفعها، وإذا أحب الله عبده فاز العبد بسعادة الدنيا والآخرة. فمن السنة أن يدعو له بهذه الدعوة، أن يقول أحبك الذي أحببتني له. وبهذا تنتهي هذه الترجمة في الحب في الله والحث عليه، وأن يخبر من يحبه في الله بذلك، وبماذا أيضا يجيبه من أخبر بذلك، والله تعالى أعلم. ثم عقد النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب
علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. وهذا باب عظيم جدا ونافع للغاية، وهو من أعظم المقاصد وأجل المطالب فيما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى والحث على التخلق بالعلامات التي تكون إذا وجدت في العبد من أمارات ودلائل حب الله سبحانه وتعالى لعبده. ومن باب التنبيه والتذكير أذكر بالإخوة بأنني ألقيت محاضرة في أندونيسيا في مسجد الاستقلال بعنوان محبة الله والأسباب الجالبة لها، وتحدثت بشيء من التوسع عن هذا الموضوع، وهي موجودة مترجمة صوتيا وأيضا موجودة في كتاب وطبع، وقامت إذاعة رجاء جزاهم الله خيرا على توزيعه ونشره مجانا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يوفقنا أجمعين لبلوغ ذلك، وأن نكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى وممن يعملون الأعمال الصالحة التي تنال بها محبة الله عز وجل. ومن الدعوات العظيمة الثابتة في هذا الباب ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه أيها الإخوة الكرام هي أعظم العلامات التي إذا وجدت في العبد على محبة الله سبحانه وتعالى له، أن يكون موفقا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن البدع والأهواء والمحدثات، حريصا على السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية آية المحنة، أي أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية: هل هو فعلا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وسائر على منهاجه القويم، أم أنه معرض عن السنة ومتعلق بالبدع ومرتبط بها؟ فإذا كان فعلا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام حذرا من البدع فهذا من أمارات محبة الله له، أما إذا كان والعياذ بالله على العكس من ذلك يحب البدع ويدافع عنها ويسعى في نشرها ولا يحب السنن ويستوحش منها فهذا ليس من أمارات الخير وليس من أمارات حب الله سبحانه وتعالى له. فهذه كبرى العلامات على صدق المحبة وعلى حب الله تبارك وتعالى لعبده، أن يكون المرء حريصا أشد الحرص على اتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والسير على منهاجه القويم. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في الآية الكريمة أن من أعرض وتولى عن محبة الله وقربه سبحانه وتعالى استبدله الله بمن هو أولى منه وأعظم عناية منه بمحبة الله سبحانه وتعالى. وذكر صفات هؤلاء بقوله: يحبهم ويحبونه، وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه المتقين وعباده المقربين، وأن عباده يحبونه حب ذل وتقرب وطاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره عز وجل. وذكر من صفات هؤلاء
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه كلها من العلامات التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده لهذه الآيات والأحاديث. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته أعلمته بأني محارب له. وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون. هذا الحديث يعرف بحديث الولي لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه صفة أولياء الله وأخبر أن أولياءه سبحانه وتعالى على درجتين. الدرجة الأولى هي العناية بالفرائض وتجنب المحرمات، فمن كان محافظا على فرائض الإسلام متجنبا للمحرمات والآثام فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. والدرجة الثانية وهي أعلى منها وأرفع، وهي أن يكون إضافة إلى حفاظه على الفرائض وبعد عن محرمات معتنيا بالنوافل ومتقربا إلى الله بالنوافل. فإن الحديث قال فيه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقوله في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الدرجة الأولى وهي حفظ الفرائض والمحافظة عليها والعناية بها وتجنب المحرمات لأن الله افترض علينا أن نتجنب الحرام. ثم أعلى منها ما جاء في قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر سبحانه في هذا الحديث القدسي الآثار المترتبة على حب الله سبحانه وتعالى لعبده، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. ففيه أن الله يؤيده في سمعه وبصره ويده ورجله ويجيب دعوته ويعيده إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا به. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه الثمرة العظيمة التي ينالها من أحبه الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر كما جاء في هذا الحديث إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده نادى جبريل، وجبريل هو مقدم الملائكة وهو الرسول الملكي الذي ينزل بالوحي ويهبط به، فيقول الله عز وجل لجبريل إن يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل لحب الله سبحانه وتعالى له. ثم إن جبريل ينادي في أهل السماء أي في الملائكة الذين في السماوات
إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة الذين في السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولا شك أن هذه ثمرة عظيمة ينالها العبد إذا أحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى المقرر في هذا الحديث مقرر في قول الله تعالى في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. وقوله بعث رجلا في على سرية، السرية هي القطعة من الجيش. وهذا الحديث فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى الخير، وأيضا مسارعتهم إلى استفتاء النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله عما يشكل عليهم. وفيه فضل هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص، وذلك أنها أخلصت لذكر صفة الرحمن فليس فيها شيء آخر، بل هي أخلصت لذكر صفة الرحمن. ومن دلائل هذا الحديث أن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أسمائه ومحبة صفاته. وهذا الصحابي الجليل رحمه الله ورضي عنه أحب هذه السورة وأحب القراءة الاكثار من القراءة منها، لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن. ولهذا قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، يعني لأنها ليس فيها إلا صفة الله تبارك وتعالى. فحب أسماء الله وصفاته هذا من القرب العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من موجبات دخول الجنة ومن موجبات أيضا نيل محبة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تمام الحديث: أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه. فالعناية بأسماء الله وصفاته ومعرفتها وقراءة الآيات التي دلت عليها والتفقه في هذا الباب من أعظم أسباب نيل محبة الله، ومن أعظم أسباب دخول الجنة، كما في الحديث الآخر: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها حفظها وفهم معانيها وتحقيق ما دلت عليه. وبهذا نصل إلى نهاية الحديث، وتمت بذلكم الترجمة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.